عكس الأمين العام لأنه منذ أن تقرر أنه يدل على الاجتماع. أخوات العزيزات أخوان العزاء، بغيت نقول لكم شكرا جزيلا، الله يكثر بكم وبارك الله فيكم. هذا الاستقبال وانا كنسلم على واحد مجموعه من الاخوان والاخوات كنحس بالدفء بصدق العلاقات الانسانيه، وهذا شي حاجه اللي كتخلي الاطر ديالها ما كيتمحاش بسهوله. فانا بغيت نحييكم وكانت عندي الامكانيه ننزل عليكم ونسلم عليكم واحد طبعاً. يأتي هذا اليوم في إطار الدينامية الكبرى التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة بعد لقاء الرباط دار بيضاء مراكش. الآن يأتي اللقاء في جهة فاس مكناس بكل مكوناتها. كما لاحظتوا اليوم كان حضور قوي، حيث أنه القاعة المخصصة للاجتماع ما استطاعتش أنها يعني يلقوا المناضلات والمناضلين الأماكن ديالهم فيها، وهذا كيدل على أنه حزب الأصالة والمعاصرة ضرورة للبلاد، وفيه إمكانية ديال ممارسة السياسة بشكل مختلف، على اعتبار أن كل الطاقات اللي حاضرة الآن في تفاعل مستمر مع ما تفكر فيه القيادة الحزبية، والقيادة الحزبية حاضرة للاستماع إلى نبض المناضلات والمناضلين وانتظاراتهم من الحزب، وأيضا التحديات الكبرى اللي كتواجه بلدنا وكيفاش خاص المناضلات والمناضلين يتعبؤوا التعبئة الكبرى من أجل الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، ومن أجل الدفاع عن القضايا الكبرى للمواطنات والمواطنين في الشكل المتعلق بالصحة، بالتعليم، بالبنية التحتية، بالطرقات وبالمستشفيات. ولذلك حنا اليوم كنعتبروا أن هذا اللقاء اللي جاء في مدينة الإسماعيلية في مدينة الزيتون هو الهدف منه اولا واخيرا هو يعني تجميع الصفوف من اجل الاتجاه الى المستقبل، من اجل ايضا الوقوف على الفشل الذريع للحكومه الحاليه اللي هو للاسف هو استمرار الفشل للحكومه السابقه. في الوقت اللي كنا كننتظروا انه بلادنا تحقق نسب نمو محترمه، في الوقت اللي كنا كننتظروا انه الصحه والتعليم يرقى فائده به، كنلاحظوا انه مجموعه من المؤشرات السلبيه اللي كتاثر سلبا على الطموح اللي عند المغاربه والطموح اللي عند جلاله الملك اللي هو بغى بلادنا تكون في المراكز الدول الصاعده على المستوى الدولي. الا انه بالسياسه الحاليه للحكومه كيبان بان هناك تعثر على المستوى تنزيل التمركز الاداري، على مستوى تنزيل مجموعه من الاوراش اللي عندها علاقه باللامركزيه وبالجهويه وبالجماعات الترابيه، وهذا في حد ذاته ما يمكنش نهائيا ابدا يعطي اضافات في الوقيته اللي بلادنا عندها تحديات كبرى على المستوى يعني تحقيق ما يصبو اليه المواطن المغربي في اطار التوجهات الكبرى لجلاله الملك. لذلك كنقول انا هذا اليوم هي مناسبه باش ان الباميات والباميين جمعوا فيما بينهم من اجل التفكير في طرق العمل ومناهج العمل ووسائل العمل من اجل مستقبل واعد ان شاء الله لجميع المغاربه.